من المؤسف ان احنا نقول ان مرضى السكلر ليسوا بخير. في مجمع سلمانية الطبي العلاقة متدهورة ما بين الكوادر والمرضى. المرضى لا يشعرون بالرضا على الخدمات المقدمة لهم بسبب بعد المواعيد وطول فترات الانتظار في المجمع. لاحظ سرعة الاستجابة غريبة عجيبة لما الأمر يتعلق بإصدار بيان صحفي أو بيان رسمي، في حين أن لو كانت في شكاوى من المرضى لا يتم التعامل معها بمثل سرعة البيانات الرسمية. احنا اليوم مع التوسعة الجديدة الى طوارئ المجمع نأمل ان يكون هناك وفرة في الأسرة، وكذلك ان ما يكون هناك اي واسطة او محسوبية بالنسبة للأسرة حسب ما يشاع. حسب تصريح رئيس جمعية السكلر زكريا الكاظم وهو الأب الروحي للجمعية، يقول ان هناك 9000 مريض بالسكلر، فهل من المعقول هاي 9000 مريض إليهم فريق استشاري واحد فقط؟ فاحنا نقول ان مرض السكلر مميت وهو يوازي او يساوي ألم 10 مرات من آلام الولادة، وهناك حالات وفاة من في سنة 2020 إلى 2021 وصلت إلى 41 حالة. احنا نخشى أن يعود مؤشر ارتفاع الضحايا السكلر مجددا. معالي الرئيس طلب منهم يهدؤون. فيأتي مبررات هذا الاقتراح بصفة الاستعجال بسبب حالة الوفاة الأخيرة للمتوفاة هدى محسن، واللي وافتها المنية في المجمع بسبب تأخرهم في الرعاية العلاجية. بالإضافة إلى معالي الرئيس، هناك مركز إلى أمراض الدم الوراثية هو مخصص للرجال فقط. فإحنا بالوقت اللي قرينة عاهل الملك جلالة الملك تدعو إلى تكافؤ الفرص، ما نشوف ان هناك مركز مخصص للنساء. فاحنا بعد بالاضافه الى التطبيب ما زال بالهاتف، بعد جائحه كورونا ما زال التطبيب بالهاتف، يعني الدكتور يتصل بالمريض ويعاينه ويوصف الى العلاج بالهاتف، فمريض السكلر هو بحاجه الى معاينه واشراف مباشر من قبل الاطباء. وكذلك المرضى يشكون من الأسئلة المستفزة واللي تمس مشاعرهم، مثلا لما المريض سكلر يروح المستشفى يسألونه ها ليش رجعت ليش جيت، فكأنه يوصم بشيء هو ما يحبه. فما ينبغي ان على يعني ما ينبغي لاي مريض سكلر ان يعاقب لانه مجرد انه يتالم. فاحنا نطالب بزياده الفريق الطبي ويكون متكامل ويتناسب مع عددهم، وطبعا بكوادر بحرينيه، وكذلك وضع خطه عاجله لتطوير الخدمات العلاجيه لمرضى هذه الفئه العزيزه علينا من المجتمع. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعاده نائب حنان.